94 او لاعب 98 نادي الاهلي وباسم بيوصلنا عليك الريست من الاهلي بيقول لك صخره 99 ولا 97 99 قول لي بقى النهارده بطوله غاليه وبتصعد مع الفريق الاول وبتاخد بطوله الدوري الممتاز شوف ما فيش احسن من كده اه الحمد لله على البطوله طبعا لعيبه رجاله بنشكر الجمهور اللي هو في ظهرنا والحمد لله بطوله غاليه للجمهور واللعيبه طبعا اللعيبه تعبت السنه طويله يعني اول دوري يقع كده الحمد لله البطوله كده جت لنا يعني جبناها في وقت صعب برضو الحمد لله ان هي جت في وقت ده كان لازم تيجي عشان الجمهور كان واقف ظهرنا جامد فبنحمد ربنا ونشكر فضله على البطوله يعني الغاليه دي مليون مبروك يا نجم حبيبي الله يبارك فيك اوفا شوبير مصطفى شوبير حارس الواعد ومنتخب مصر جاي 2001 ولا 2000 بس حبيبي اطول مني يا مصطفى اه والله حبيبي مليون مبروك بطوله انت واخد على البطولات محدش ولا حرج على كده الحمد لله من واحنا لا الاول مفيش غير الاول احنا من واحنا تحت مفيش بطوله بنسيبها وده اللي احنا كلاعيبه اتفقنا عليه وتعيدنا عليه من اول يوم رغم الظروف ان احنا ان شاء الله الدوري ده بتاعنا ومش هيخرج برانا الحمد لله توقعت ان تفوز بدوري اه طبعا هتلعب امتى بقى ربنا يسهل بقى دعواتك مليون مبروك حبيبي الله يبارك كابتن اسلام ومستمر معاك في حافله النادي الاهلي